غادي نطوي 4 ديال السنتيم. هذا هو الطول وهذا العرض. نطوي من هنايا نجي للطول ومن هاد الشيء هادي. هنا نجي نحط الجيب ديالي. غادي نطوي من هاد الجهة 1.5 سنتيم ومن هاد الجهة. صافي هذا هو الجويب ديالنا، راه ساهل. بغا نجيب الظهر، نلصق الدوفات مع الظهر. هذا هو الظهر ديالي. غنجيب هذا هو التركيز ديالي، ها هو هذا التركيز ديال الخلف وهذا ديال الامام. غنجيبهم نلصقهم هكا بجوج. هذا هو الكتف، غنجيبو هنايا هكا وندوز عليه بالخياط. صافي دابا لصقت الدوفات بجوج. بنلصق هذا مع هذا الكول ديالي كما شفتو هكايا. هكا غنلاقيهم، هذا هو الوجه ديالهم. غندير الوجه عند الوجه ونلاقيهم من هنا من الخلف. هذا هو التبطين ديالي، غيولي يلصق هنايا مع العرض. دابا غندوز عليه بالخياطة من هنا، غندخل هنايا في الخياطة ديال الكتف واحد شوية ونجي معاه من هنايا. صافي هذا هو الكول ديالي. دابا غادي نلصق الكول الاخر. التبطين غادي نجيبو اللاقين، هذا هو التبطين ديالي، هذا الوجه من الداخل. غادي نخيطو من هنايا من هاد البلاصه هادي. هذا الكول، هذا هو الكفه، هذا الوجه. غادي نجيب هذا هاد الخياطة هادي اللي عندي هنا اللي لاقيت دابا عاد، غادي نلصقها مع هاد الخياطة هادي اللي هنا في الوسط هكا وندير الوجه عند الوجه. صافي نشد بالخياطة من هنايا، نشد من تحت. نشد من هافي. ندوز معاه بالخياطة كامل هكا. شدو بالبانكات الا بغيتو باش ما يجيكمش مخالفين، يمكن لكم تشدو بالبانكة. غنخيط بعدا هاد السنتيم هذا اللي هاد 3 سنتيم هذه
مع الثلاثة هذه، هذه راه عندي فيها أربعة هكا. أنا خيطتها هكايا، دابا غادي نجي نشد من هنايا. نشد في هذا المنتصف ديال الكول وندوز بالخياطة ديالي، نشد سنتيم وندوز معاه. الجهه هذه نلاقيها عاود مع هذه، ما غندوز عليها بالخياطه هنايا حتى نوصل لهنا، ونولي ندور معاها، نولي ندور مع هذا مع 3 سنتيم اللي عندي هنايا. كما شفتوا خيطته، هذا الكول ديالنا، هذه الخياطه اللي دوزت عاد دابا في هنايا، لقيت تبطين مع الكول. هانتي من هنا بديتو، حتى لهنايا، هادشي هذا غنحيدو في السورجي، هو لقيتو مع داك 3 سنتيم اللي كانت عندي هنايا. من الداخل صافي، غندوز له السورجي وغندوز له الخياطه من هنا، غنبدا عاود من هامي. غنجيب الخياطه من التحت هكايا، نطوي 3 سنتيم ونجيب الخياطه من التحت كاع من هنايا، نطوي 3 سنتيم ونطلع نطلع معاه، نطلع هنايا مع التبطين، نقاد بعدا من هنايا. هاد الحاشية هاد الخياطة فين عندي هنايا نقادها، ندير البانكات، من الأحسن ديرو البانكات هكايا. هاد 3 سنتيم اللي خلينا هنا في الكتف غنحطها هنا على الكتف، على خياطة الكتف اللي عندي، وغندوز عليها بالخياطة. نسرح الكول ديالي كما شفتو هكايا، وندوز عليه من هنا بالخياطة، هي غادي نطلع من هاديك 3 سنتيم، وغنطلع عليه من هنا بالخياطة، وندوز، ونطلع هنايا، هاد الزوائد اللي عندي هنايا، غندخلهم من الداخل، وندوز عليهم بالخياطة باش يجيني فين، هاكا، باش يجيني فين، ندوز عليه كامل، نقاد الكول ديالي. دابا غنمشي ندير له السورجي بعدا من هنايا، ونمونطي الكمام تا هما، غنمونطيهم بالسورجي. راه دوزت بالسورجي، دوزت عليه كامل بالسورجي، غنبدا من الجهة ديال اليمن، من هنا من التحت، طويت واحد 3 ديال السنتيم، وندوز عليه بالخياطة على السورجي. انا غنقاد هاد الخياطه، نقادها هكايا باش ندوز عليها من هنا، ما تجينيش مكمشه، خصني نسرحها مزيان. نشدو بالبانكات الى خدتو يجيو صعيب،
ندير كرانات في هاد البقايا ديال هاد الخياطه اللي خيطت قبيله باش ما يجينيش مشنق. هاد الخياطه اللي دايزه هنا ها هي ندير فيها كرانات ونغطيها بهذا التبطين ديالي ونشدها هكايا نمشي لداخل هاد الشيء هذا باش ما يجيش باين. صافي غنهبط مع الجهه هذه الجهه الثانيه ديال الشمال نطلع نهبط معاها. صافي غنهبط حتى التالي ديال الهبطه. غندوز عبر الصباط لهذا الكول، انا غنبدا له الخياطه من هنا عارفين حد ديال التبطين غنبدا له الخياطه. هاد 3 سنتيم ما غاديش نديرو على الخياطه هنايا، صافي غنديرو حد هنايا حد التبطين ديالنا غنديرو عبر الصباط اكثر شويه 8 سنتيم ولا سنتيم ونص تجيني داك الحاشيه شغلات. هكايا هذه هي الحاشيه ديالنا. صافي هذا هو عبرت الصباط ديالي، دابا غندوز نضر نخيط الجناب، غندير نعاود التركيز نعاود عليه بالخياطة على حسب دوزت له السورجي، لقيت الكمام بالسورجي غنعاود لهم الخياطة، نشد هاد الخياطة اللي من تحت هنايا وغندوز علينا. غندور معاكم هكايا. صافي غنشد نهبط عاود مع الجناب نشد الخياطه من هنا. غندير لوغلي لهذا الكم غندخل 3 ديال السنتيم ديالي هكايا. نشدها هكايا
ونمشي معاه بالخياطة. هنا غادي نخيط الحزام ديال هكا، هذا هو الوجه اللي من الداخل الطويل. نمشي هكا معاه بالخياطة حتى التالي، نقلب هاد الحزام نقلبو هكايا بهاد الطريقة. الثوب غليظ كيلصق مكيبغيش يدوز دغيا، المهم هكايا نساعدو معاه بشوية. غادي نخرج هاد القنيته تاع هكايا، وديك الساعه نطلق هاد باش ما كنت دخلتوه، انا دخلتو غير بالطرنوبيس. صافي غنجي لهاد الجهه هادي وندخلها هكايا لداخل بالطريقه، وغندوز عليها بالخياطه من هنا. هذا هو الحزام ديالنا. بغا نصاوب داك الخريصات اللي كيكون محشي فيهم الحزام اللي كيكونوا في الجن، نقطع هكا واحد يكون فيه واحد 3 سنتيم في العرض، ثمن جوج خريصات وحده منا وحده منا، وغادي نطوي هكا لداخل واحد نص سنتيم ونص سنتيم عاود من هاد الجهه هكايا، ونولي نطويه هكا باش يجيني داك الحاشيه ديال الثوب تجي لداخل الحشيه. صافي غندوز مقطع ثمان وحده، غنمشي نلصقها في هذا في الجن، شوفوا معايا الطريقه كي غندير. هنا غادي نعبر واحد 12 ديال السنتيم من تحت الكم، هنا في الملتقى ديال الكم هو هذا الكم، غادي نهبط واحد 12 ها هي فين جاتني هنا معلم. غادي نجي نحط هادي، غنطوي واحد نص سنتيم من الداخل هكايا، ونحطها هنايا، ندوز عليها بالخياطة هنايا على التالي على الحاشية هنايا، ونولي عاد نطوي هاد الجهة هادي هكا، وندوز عاود عليها هنايا. صافي هاد الزوائد اللي بقات هنايا نحيدها، هذه هي الخرصة ديالنا فيها يتحشى الحزام، ديرو لها هكا. نمشي نقاد الجهة الأخرى، نصاوب الجهة الأخرى. هذا هو البينوار ديالنا كيما شفتو راه كملناه، هانتي هذا هو الكول كي كيجي مقلوب، كيجي على هاد الطريقة هادي، راه كيجي زويون، وهاد التوب راه سخون في البرد بالنسبة اللي عنده البرد بزاف، كديري هكا في الدار للرجال. نتمنى الطريقة تكون جاتكم سهلة مبسطة، راني حاولت نبسط معاكم باش تفهموني، نتمنى تكونوا فهمتوني اللي بغا يدير هاد الموديل هذا. هذا هو الحزيم ديالنا ولوغلي ديال الكميمات.
راه ساهل اللي بغا ديرو. نتمنى تكون الطريقة سهلة مبسطة، واللي عجبها الفيديو دير اشتراك ودير لايك، وما تنساش تدعمنا وتخلي كومنتير. وشكرا بزاف على الكومنتيرات الزوينة اللي كتخليو لي والتشجيعات. ان شاء الله بيكم القناة غادي تكبر، ونتمنى تزيدوا تدعموني في الفيديوهات ديالي.